Hello again, how are you, dear students? طيب, now we want to learn how to write sentences. كيفنا نكتب sentences؟ حسب ما طلب منا بالسؤال هون ببيج 59 What have they done? بما إنه the question contains present perfect هذا question present perfect What have they done? بما إنه هو بنحكي على present perfect إذا لازم نجاوب بال present perfect إذا كنا بنحكي عن simple past لازم نجاوب بال simple past إذا كنا بنحكي عن present continuous لازم نجاوب بال present continuous تمام ماس؟ أوكي هلا what is the form؟ شو شكل الجملة عنا بالإنجليش؟ طبعا all sentences بتبلش بالsubject verb object مس كل الجمل بالانجلش بتبلش بالسبجكت الفاعل plus الverb plus the object okay this is a sentence هاي محتوى الجملة باللغة الانجليزية بتكتبها هون يمس السبجكت الفاعل he she it they we you I اسم شخص تمام او الانيمالز هاي السبجكت الverb الفعل الأوبجكت أو الكمبليمنت تكملة الجملة المفعول به أو الكمبليمنت تكملة الجملة بما إنه درسنا بيحكي عن what have they done بيحكي عن present perfect إذن السنتنس اللي عنا هون لازم الجملة تحتوي إما على have or has حسب الفاعل اللي عنا تمام خلينا نشوف كيف يمس بدنا نجاوب على هاي الصور بحكينا what have they done شو عم بعملوا أو شو عملوا أصلا مس you have to write the form of the sentence look at the form السبجكت هيو subject plus الverb هيو بس هون الverb عنا لأنه إحنا بنحكي على present perfect عنا إما has أو have verb 3 زائد الobject تمام إذا عنا جملتنا لازم تبلش بالسبجكت السبجكت حسب الصورة اللي أنت شايفها حسب الصورة اللي أنت شايفها إذا عندك singular اللي هو boy إذا كان عندك الذكر تكتب له he إذا الأنثى she إذا الحيوانات animals it إذا أنت بتحكي عن نفسك I إذا plural جمع they هم we نحن you أنت طيب إذا كانت he she it شو بتأخذ he she it المفرد إذا تأخذ has إذا has للمفرد مثلا he has she has it has أوكي أما إذا كان plural زي الجزء الآخر عندنا I they we you بأخذوا have I have they have we have you have وحكينا يا مس بعد has أو have الverb هيو اللي أنا كتبت لك يا مس لازم يكون verb 3 verb 3 عشان هيك أنا حكيت لك لازم تعرف تكتب الverb 3 لكل فعل لازم تعرف تكتب كل الverb 3 لكل فعل يا مس حتى بالامتحان إذا جبت لك مثل هاي الصور تعرف شو التصريف الثالث للفعل أوكي إذا حطينا subject حطينا has أو have ما تنسوها هون لأنه إحنا بنحكي عن present perfect إذا subject مفرد has subject جمع have بعد has و have الverb لازم يكون verb 3 وآخر شيء object تكملة الجملة طيب let's see number 1 picture number 1 بدنا نحط أول إشي subject طيب مين عنا هنا مين هو السبجكت اللي عندنا السبجكت the car or the boy yes ممكن تكتب the boy ممكن تكتب he ممكن تكتب the boy أو he أو the man بس الجمل ممكن تتفاوت يعني أنا عم بوضح لك أنت ممكن تكتب لي يعني بصيغة ثانية مقبولة إذن خلينا نحلها بما إنه إحنا لازم نبلش بالسبجكت زائد إما has أو have بعد has و have الverb 3 هذا الverb اللي لازم نحوله لverb 3 زائد
تكملت الجملة. Let's see. طيب يلا خلينا نحط subject. مين هو؟ هي. إذا نكتب هي. طيب هي شو بتأخذ؟ has ولا have؟ yes بتأخذ has. طيب مس عندنا clean. clean عبارة عن فعل منتظم. حكينا جميع الأفعال لما بدنا نحولها للماضي للverb 2 أو past participle للverb 3 كلها منضيف لها ed. تمام؟ كلها ما عدا الموجودين بالجدول اللي اعطيتكم اياهم. اي اشي مش موجود في الجدول بتحط له ed. تمام؟ اذا clean مش موجودة بجدول الافعال، اذا شو منضيف لها؟ yes منضيف لها ed. اذا يامس هاي لانها regular لانها فعل منتظم، فانت لازم تضيف لها ed لانها فعل منتظم regular verb. he has cleaned his car. تمام يا مس؟ اذا خلينا نشوف picture number 2. اوكي eat انا حطيتها eat او ايش او ممكن go. تمام؟ اذا عندنا الفعل between brackets عندنا eat. شو اخذنا عن eat؟ eat eat. شو بتصير بالتصريف الثالث؟ بتصير eaten. بتصير ايش؟ بتصير eaten. طيب يلا بدنا subject زائد بعد السبجكت شو لازم نحط؟ إما has أو have زائد الفيرب، هذا لازم نحوله verb 3 زائد الأوبجكت. طيب نتطلع على السبجكت الفاعل، مين هم؟ جمع ولا مفرد هذول؟ yes. شو الضمير اللي بعود على الجمع؟ they ولا we ولا you ولا I؟ yes منحط they. they طيب they بتاخذ has ولا have؟ they have. طيب عندنا eat شو بتصير بالverb 3؟ بتصير eaten. eaten اذا eaten eaten what Chinese food مثلا Chinese. هلا هون بتكملها لحالك مس، بتكمل لحالك باقي الجمل وبتبعت لي الحل لو سمحت. هلا بنكمل الجمله هاي، وانت عليك تكتب كل الملاحظات اللي انا كتبتها سواء هون او هون او هون يا مس، بتكتب الملاحظات يا مس. تمام.